اليوم الوطني الكبير الذي يحتضن هذه الفئة وهذه الأعداد المتميزة. وشوطنا الثالث على بركة الله نسير وننطلق مع ثالث أشواط الإبكار. ثالث شوط خاص بالإبكار الحقائق الأربعة كيلومترات، وأول مشاركة لهم في هذه المسافة. نتمنى التوفيق لكل المشاركين ونهني جميع الفائزين الحاصلين على المراكز المتقدمة. ننطلق إلى المركز الأول ونتابع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مسيطرا على الموقف. يا سلام، أشوف المركز الثاني شاهنية، تعود ملكية الشاهنية للسيد ناصر بن سالم اللنقح المري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر يا سلام أشوف هذا التدخل، وهذا شعار بن رشيد، وهذا شعار بن رشيد، ربشة يا ربشة. عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد اللي اكتبي على المركز الثالث دكتور الأصايل. يا سلام، المركز الرابع مصيحة وصلت على المركز الرابع لمحمد بن صالح آل سعد المري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس من الجانب الآخر هناك التدخل وهناك الشاهنية للسيد فهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. هذه هي النتيجة يا مشاهدين الأعزاء، يا مستمعين الكرام، في انطلاقة ثالث أشواط التحدي. غادرت شمعة، انطلقت شمعة بأداء ممتاز، بعرض تلقائي. إلى وين؟ إلى الوزبة، هناك هناك إلى الوزبة مع عيسى أو مع سيد بن عيسى بن مطر الفلاح. يا السلام إلى الغربية، إلى الغربية، إلى الغربية، إلى المنطقة الغربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبنقول لك أسعد الله صباحك في هذا الصباح الجميل، صباحك فل، صباحك نواميس، صباحك جميل في هذا المساء، صباحك إلى الغربية في هذا الصباح، في هذا الصباح إلى الغربية. وبنقول تهانينا، تهانينا لشعار الحذر ولمالك ولشعار شمعة، وشمعة يا شمعة وتنير شمعة وتضيء شمعة في هذا الصباح، في هذا التحدي، في ثالث أشواط التحدي. يطير الفلاحي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثاني اللي وصلت فجر للسيد محمد بن سالم بن ظفير العامري. المركز الثالث اللي وصلت منصورة لمحمد بن غدير بن عبيد الكتبي. وفي المركز الرابع وصلت أرصاد للسيد الفيق بن صغير بن عبد الله المالكي. وفي المركز الخامس اللي وصلت الطائفة لسالة بن سعيد بن منانة الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا وناموس لمالكي فتنة، وشمع للسيد عيسى سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. وست دقائق 17 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالكي شمع. المركز الثاني شعار السيد محمد بن سالم بن ظفير العامري، وتوقيت الشاهنية 6 دقائق 17 ثانية 88 جزء الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث اللي وصلت وهذه منصورة محمد بن غدير بن عبيد الكتبي، التوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية 64 جزءا من الثانية. في هذه اللحظات انطلاقة رابع الأشواط وبالصوت الجميل سالم بن علي الحبسي.